وينضم إلينا هاتفيا من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد أهلا بك دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. بالأمس ربما يعني كنا نتحدث عن الصراعات والأزمات السياسية بين واشنطن وبكين، وأنت قلت أنه ربما الصراع يعني مخطط له أو مقدر له أن يكون في 2030. إلى أي مدى الأحداث تسير بسرعة أكبر في هذا السياق دكتور محمد؟ نعم، يعني منطقة بحر الصين الجنوبي هي المنطقة الأكثر اشتعالا، لأن هذه المنطقة يعني النزاع ليس فقط بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها فعلا رئيسيا في هذه المنطقة ومسؤولا عن حرية الملاحة وأمن المضايق البحرية شديدة الأهمية المرتبطة ببحر الصين الجنوبي، لكن هو يشمل أيضا عدد من دول جنوب شرقية آسيا، لأن الصين يعني تصر على أن بحر الصين هو جزء من السيادة وجزء من الدولة الصينية. لكن في المقابل يعني عدد من دول جنوب شرقية آسيا يعني ترى أن بحر الصين الجنوبي ليس جزءا من السيادة الصينية، ولكن هو يعني مياه دولية تخضع للقانون البحار، وبالتالي هذا يؤسس إلى صراع آخر وهو الصراع حول المناطق الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية. على هذا الأساس يحدث دائما الخلاف بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بحر الصين الجنوبي ومياه دولية، وبالتالي هي تقدم نفسها باعتبار أنها مسؤول عن أمن وحرية الملاحة وترفض كل الإجراءات الصينية التي تقوم بها الصين كجزء من الدفاع عن سيادتها على بحر الصين الجنوبي، وتحديدا الجزر، التوسع في بناء الجزر الاصطناعية بالإضافة إلى الجزر الطبيعية الموجودة ونشر القطع العسكرية الأمريكية. هذا يؤسس إلى خلاف بين الجانبين من وقت لآخر. الولايات المتحدة الأمريكية تحرص على وجودها العسكري في المنطقة، الصين يعني تعتبر الوجود العسكري الأمريكي هو وجود غير شرعي، وإن كانت الصين نفسها تعلن التزامها بحرية الملاحة وأمن المضايق المرتبطة ببحر الصين الجنوبي. وجود كل هذا التباين بين الأطراف حول مفهوم ووضع والوضع القانوني لبحر الصين الجنوبي وحول مسؤولية الأطراف على عن حرية الملاحة وأمن الملاحة، كل هذا يؤسس إلى خلافات يعني تحدث من وقت إلى آخر. لكن المشكلة هو أن هناك سباق تسلح كبير بين القوى الدولية خاصة في مجال القدرات البحرية، وبالتالي هذا يرشح بحر الصين الجنوبي كمسرح أو لمنطقة يعني مرشحة بشكل كبير لحدوث الصدمات، سواء كانت مباشرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أو بين الصين ودول أخرى في المنطقة، خاصة مع تغير توجهات بعض دول المنطقة خاصة الفلبين، وهي أحد أطراف النزاع مع الصين في بحر الصين الجنوبي، خاصة اشتراكها في مناورات بحرية في المنطقة بالإضافة إلى يعني إعلان اتجاهها إلى تأييد بعض التحالفات الجديدة في المنطقة. نعم دكتور فايز، ربما من اللافت في البيان الصيني حول هذه المدمرة الأمريكية أن الصين تقول أن الولايات المتحدة تتحمل العواقب الوخيمة التي قد تحدث نتيجة لذلك. أولا، ما هي خيارات الصين في التعامل في هذه الأزمة؟ ما الذي نفهمه من كلمة عواقب وخيمة هنا؟ الصين يعني مثل هذه التصريحات هي تصريحات متكررة، لكن ده لا تعني اتخاذ الصين أو اضطرارها اتخاذ إجراءات محددة. لكن جزء هذه التصريحات وظيفتها الأساسية هو التأكيد على موقفها الثابت فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، باعتبار أن النسبة الأكبر منه هي جزء من السيادة الصينية. فمثل هذه التصريحات الهدف الرئيسي منها هو التأكيد على موقف يعني الصين فيما يتعلق بالتكييف القانوني لمعظم يعني أجزاء بحر الصين الجنوبي. لكن دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تتخوف من سيناريو كبير، وهو إعلان منطقة بحر الصين الجنوبي منطقة دفاع جوي أو منطقة تعريف دفاعي كما قامت الصين في حالة بحر الصين الشرقي. إذا قامت الصين بمثل هذا الإجراء، وهو أحد الأدوات التي تهدد بها وإن كان يعني بشكل ضمني، يعني هذا هو السيناريو الذي تتخوفه الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة، لأنه في هذه الحالة التعامل مع بحر الصين الجنوبي سيكون وفقا لإجراءات يعني دفاعية محددة،
وسيكون دخول هذه المنطقة بناء على موافقة يعني من جانب الصين. هذا هو السيناريو الذي تتخوف منه جميع الأطراف، لكن في تقديري أن الصين لن تقدم عليه، لأن هذا سوف يعجل المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وفي تقديري أن الصين تظل تتجنب هذا السيناريو لأنه ليس من مصلحتها. سريعا دكتور فرحات، إلى متى ستظل تتجنبه؟ ستظل تتجنبه لحين يعني الوصول إلى مستوى من القدرات العسكرية يؤهلها للدخول في مثل هذه سيناريو 2049 دكتور يعني فرحات، اكتمال القوة الصينية كقوة عظمى. يعني بعض هناك تقديرات مختلفة. الصين يعني قبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت تتحدث عن عام 2049 باعتبار أنه العام الرئيسي الذي سوف يمثل يعني تحول الصين إلى قوة عالمية، لكن الحرب الروسية الأوكرانية عجلت من يعني احتمالات المواجهة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعلم أحد ما هو التاريخ المحدد أو لحظة الصفر التي يمكن أن تحدث فيها هذه المواجهات. لكن الحرب الروسية الأوكرانية كما أشرت قبل ذلك عجلت أو أربكت السياسات الصينية فيما يتعلق بمشروع الصعود. نعم، شكرا دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.